تعالوا بقى نتكلم على قرعه دوري ابطال افريقيا. طب نروح الاول فاروق صلاح واخر لقاء مع خالد عبد الفتاح. من جديد بجد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايزين نقول له الحمد لله على السلامه. واحد من اهم اللعيبه اللي تم اضافتها مؤخرا في النادي الاهلي، اثبت الكفاءه واصبح واحد من جواكر النادي الاهلي. في اي وقت تحتاجه هتلاقيه موجود في المساك، موجود ظهير ايمن، موجود ظهير ايسر، موجود هو الجوكر خالد عبد الفتاح اللي خليني ارحب بيه على شاشه قناه النادي الاهلي. خالد حمد لله على السلامه، والف مليون حمد لله على السلامه خالد، ومبروك النهارده على الفوز وعودتك من جديد للملعب. حبيبي الله يسلمك، الله يبارك فيك. الحمد لله بشكر زمايلي وبشكر ربنا طبعا. رجوع لعب 10 دقائق بعد اصابه، قعدت شهرين، فالحمد لله يعني دي البدايه وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. دايما مرحله الاصابه خالد بتبقى اصعب مرحله في حياه لعيب الكوره، بيبقى فيها بعض الامور كتير، بيبقى موقوف واقف جنبك، بيبقى ليه تفاصيل. اصعب المواقف اللي مرت عليك في وقت الاصابه؟ اكيد طبعا اول فتره بعد العمليه كانت فتره صعبه جدا، انت بعيد عن الكوره، بعيد عن زمايلك، بعيد عن البيت عندك، محجوز في المستشفى. دي اصعب فتره يعني، اول اسبوع 10 ايام بعد العمليه على طول. الحمد لله عدت، ودايما كل حاجه بتعدي يعني، نشكر ربنا والحمد لله رجعنا ولعبنا، وان شاء الله دايما مع بعض في المكسب كده ان شاء الله. مش سهل انك تاخد الفرصه جوه النادي الاهلي، خالد خد الفرصه وتمسك بالفرصه واصبح واحد من اللعيبه المهمه. سماته الشخصيه في خالد عبد الفتاح صنعت منه لاعب وواحد من اللعيبه المهمه في تشكيل النادي الاهلي. طبعا بشكر الكوتش كولر، مدينا الثقه، مديني الثقه، واثق فيا، وصل لي انا الاحساس ده، ففرقه معايا الحمد لله. بنتعب ونجتهد والكلمه الاولى والاخير له يعني، فالحمد لله. وبشكر زمايلي على المسانده والدعم وفتره الاصابه، وان شاء الله دي تكون دي البدايه ونحسم الدوري بدري زي كل سنه ان شاء الله. مين اقرب اللعيبه لخالد عبد الفتاح في النادي الاهلي، ومين اللي بيعمل المقالب خالد مع خالد عبد الفتاح؟ اللعبة كلها بصراحة والله بجد يعني، كلنا قريبين من بعض باستثناء بس منعم وعبد القادر اقرب اتنين ليا، من ناحية كانوا معايا في نادي سموحة ولعبنا مع بعض سنة، فجيت هنا يعني يعتبر هم معايا من قبل ما اجي هنا بسنة يعني، بس العلاقة حلوة مع كل اللعيبة بصراحة. مؤخرا الجديد بقى رضا سليم. رضا سليم مشكلة، رضا لسه اجدد لعيب هنا طبعا، كهربا، ياسر ابراهيم، قفشه، كل الفرقه بصراحه دمها خفيف وبيهزروا. بس الاضافه الجديده يعني اللي فاجئنا كلنا رضا سليم، دمه خفيف جدا، دخل في الاجواء بسرعه. رضا سليم بسرعه جدا، دمه خفيف ولعب كويس جدا طبعا، اضافه قويه جدا طبعا. اشكرك يا خالد واتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ودايما تكون موجود معانا، ونبارك لك ان شاء الله خلال المباراه القادمه باذن الله. حبيبي يا فاروق الله يبارك فيك، ودايما كده مع بعض في مكسب ان شاء الله. حبيبي الله يخليك. كابتن ايمن، ده كان لقاؤنا مع خالد عبد الفتاح لاعب فريق النادي الاهلي والجوكر خالد عبد الفتاح. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي.